بحبك ده هادي جدا. لا عصبية وحليم النهارده. النهارده في المباريات بس عشان المباراة كانت مهمة. عشان الماتش كان مهم بس. الموقف بس يا كابتن، كانت موقف بس اللي احنا فيه معلش. الموقف كان صعب. طبعا طبعا. حليم النهارده الحقيقة ثلاث نقاط، أعتقد ثلاث نقاط هامة جدا 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 لنادي حرس الحدود. رجعته تاني الحقيقة بعد الفترة الأخيرة، الحقيقة كانت النتائج متذبذبة شوية، ولكن إن أنت تفوز وتفوز على النادي الإسماعيلي أعتقد ده شيء مهم جدا. طبعا بمس على حضرتك كابتن اسلام وعلى الكابتن ابراهيم عبد الله كابتننا الكبير، والكابتن فهمي سير طبعا كابتننا برضه، والكابتن محمد حشيش طبعا كان منورنا النهارده في الماتش. طبعا طبعا الماتش طبعا كان عنوان الزبايه بالنسبه لنا، يعني اي حاجه غير المكسب كانت تبقى العمليه صعبه جدا، كانت صعب الدنيا جدا بالنسبه لنا. المكسب النهارده دخل وسع الدايره جدا، ودخل معانا فرق كتير جدا في الموضوع. مظبوط، الموضوع بقى بيننا وبين احنا 32 بونت، احنا عندك بتروجيت 34 تحتينا ام بي 30 والجيش 34 خلي بالك برضو لسه عنده ماتش بكره مع الاهلي. بالظبط، وانتاج الحربي بعد ما كان اول الدوري في اول الدوري دلوقتي 35 بونت دخل في الدايره برضو مركز ال 11. كنا 36 وسموحه 35، يعني الدايره واسعه جدا. المكسب بتاع النهارده مكسب غير يعني بالنسبه للانديه الثانيه طبعا غير متوقع. مظبوط، فوسع الدايره معانا ودخل فرق كتير جدا معانا. وطبعا واي نتيجه غير المكسب النهارده هيبقى في هزه نفسيه ومعنويه بالنسبه للفريق وبالنسبه للعيبه في الماتشات الجايه، كان موقف صعب جدا. الحمد لله طبعا مكسب مهم جدا جدا جه في وقته، احنا بقى لنا 10 ماتشات ما خدناش الخمسة بونت، دي حاجه مش كويسه طبعا. المكسب النهارده هيعمل معانا طبعا طفره الفتره الجايه ان شاء الله عندنا المصري يوم 10/5 برده ماتش صعب في السويس. يعني اعتقد المكسب ماتش كمان هيفرق معانا بشكل كبير جدا يا كابتن اسلام. قال لكم ايه كابتن طارق بعد المباراه يا كابتن حليم؟ والله كابتن طارق طبعا الماتش كان عليه ضغوط كبيره جدا طبعا قبل الماتش، طبعا العمليه كانت صعبه طبعا، ان المكسب مكسب طبعا بالنسبه للعيبه يعني رفع من معنويات اللعيبه زي ما بقول لك. وكابتن طارق اتكلم مع اللعيبه قال لهم دي تبقى بدايه ان شاء الله، بدايه للماتشات اللي جايه، بقينا 4 ماتشات صعبين جدا ومهمين جدا عندنا، منهم نادي الزمالك ونادي بيراميدز ونادي دجله ونادي ماتشات صعبه برضه. صعبه جدا النادي المصري، ماتشات صعبه جدا، بس النهارده كانت بدايه صعبه. يعني احنا الدور الاولاني الحمد لله اخذنا من الماتشات دي 9 بونت، فاحنا لو عملنا كده الدور دوت ان شاء الله ربنا يكرم وان شاء الله نبقى في الدوري الممتاز ان شاء الله كده. ان شاء الله ربنا يكرم يا حليم وتبقى الامور جيده خلال الفتره اللي جايه. بشكرك شكرا جزيلا الكابتن محمد حليم المدرب العام لنادي حرس الحدود. يعني كابتن فتحي برضو